قالت السلطات في مدينة سالونيكي شمال اليونان إن الجيش تمكن من تفكيك قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية عثر عليها مؤخرا أثناء أشغال قرب محطة للوقود. وأكد المتحدث باسم الجيش نقل القنبلة التي يبلغ وزنها 125 كيلوغراما إلى حقل رماية قريب. القنبلة التي تزن 125 كيلوغراما صنعت في أمريكا. الهيكل الخارجي للقنبلة متآكل، لكن ما يدعو للقلق أن دائرة تشغيل القنبلة كانت في حالة جيدة، وهو أمر في غاية الخطورة. وكانت السلطات قد أجلت نحو 72 ألف ساكن ممن يقطنون في محيط كيلومترين من مكان تواجد القنبلة في عملية غير مسبوقة شارك فيها نحو 1000 شرطي. ودعت قوات الجيش قبل أيام السكان إلى مغادرة منازلهم حتى انتهاء عملية التفكيك.